تحدي وجوه جديدة وأسماء جديدة ظهرت في قائمة التحدي وقائمة المنافسة لتشير إليها بالبنان من خلال كل العيون التي تراقب قنواتنا الإعلامية الناقلة لهذا الحدث الكبير والحدث المهم هنا في ميدان التحدي بالشحانية. نسير معلنين العمل دائما بمباشرة العمل وانطلاقات هذه الأشواط المميزة وهذه الأبكار حيث تحمل شعارات خطيرة وشعارات مميزة دائمة وثابتة في عنوان المشاركات. المركز الأول حيث تتقدم مشكورة تعود ملكيتها لجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري يتقدم إلى المركز الأول ونشاط هذا الشوط بينما المركز الثاني حيث نسير مشاهدينا الكرام المركز الثاني وصلت من خلال مثيرة تعود ملكية مثيرة محمد من طماطم بن حمد العامري يتقدم إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات والمركز الثالث نشوف المركز الثالث هذا الهجوم الكبير حيث تتقدم من خلاله الأبكار وتسير في هذه المنافسة مع الشطار نشوف المركز الثالث نشوف المركز الثالث هناك من خلال هذه اللحظات اللي تقدمت واخذت المركز الثالث نواب بن نوح البلوشي يقدم لنا جبارة من تحتل المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء بينما المركز الرابع وصلت من خلال مصيحة تعود ملكية مصيحة للشبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي يتقدم في هذه اللحظات ليحتل المركز الرابع والمركز الخامس وصلت عسيلة واصلة مبارك بن حمد بن مسفر الشهواني اللي يحتل الآن المركز الخامس في هذه اللحظات ها هو النداء الأول مشاهدين الكرام وأسامي أكيد بلا شك خلف التغطية لها وزن وفعل في ميادين السباق عموما على كل حال النتيجة الأولية حتى هذه اللحظات تشير بأن الخمس المراكز المتقدمة اللي شاركن في هذه المعركة وهذه الأداء هي من خلال تواجد الأخوة المضمرين والملاك في اختيارهم لهذا الشوط المركز الأول نعود إلى البداية ونعود إلى مشكورة لا زالت متقدمة جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري هو المتقدم حتى هذه اللحظات ويفرض السيطرة الواضحة والكاملة على ناموس هذا الشوط لتتقدم من خلاله مشاهدينا الكرام مشكورة لنيل الفوز والانتصار بينما المركز الثاني وصلت الآن مثيرة تزيد من اهتمامها في الإثارة والتحدي ها هي مثيرة محمد بن طماطم بن حمد العامري ينتقل يتسلل إلى المركز الثاني في هذه المشاركة وفي هذا اللقاء بينما المركز الثالث نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يتقدم ليقدم جبارة على المركز الثالث على ثالث المراكز بينما الرمزاني يتقدم هنا ليسجل له من خلال هذا الحضور تحدي وتاتي مصيحة وشبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي يتواجد حبلنا الكريم على المركز الرابع أما المركز الخامس وصلت عسيلة وتحمل الرقم واحد والنية الرقم واحد والنية المركز الأول مبارك بن حمد بن مسور الشهواني الهاجري يتقدم في هذه اللحظات وعينه أكيد على ناموس الشوط عيله على الناموس هكذا الخمس المراكز صارت الخمس المراكز تقدمت وأبدعت في النتيجة وأكيد مصرين على الأسماء الأخرى المشاركة بأنها موجودة في الشوط نترقبها عند اللحظات اللي يصدر عليها الأوامر ومتى تصدر الأوامر لازلنا في بداية الطريق وبداية المشوار والطريق صعب ولكن ليس مستحيل نشوف
الوقوف البداية والعودة إلى مشكورة مسيطرة، مشكورة متقدمة. مشاهدينا الكرام، وياتي جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري، يتقدم حتى هذه اللحظات في تقدمه المثير والحساس، ويقدم مشكورة لتشاركنا مشاهدينا الكرام في هذا الجو الرياضي، الجو الكرنفالي، والجو المميز الغايم والماطر جزئيا على دولة قطر وعلى ميدان الشحانية، بينما تسير المسيرة وتسير العناوين وتسير كذلك القنوات الإعلامية بنقل وبث هذا الخبر عبر الهواء مباشرة. المركز الثاني نصل إلى مثيرة، من تحتل المركز الثاني؟ وياتي محمد بن طماطم بن حمد العامري، يتقدم إلى المركز الثاني كذلك في عنوان للمشاركة والمغامرة بناموس في هذا الشوط. 4 كيلومترات تنتهي مشاهدين الكرام صفحاتها وسجلاتها، والأربعة مراقة والأربعة الكيلومترات الأخرى، حيث تتقدم عسيلة إلى المركز الثالث، وياتي مبارك بن حمد بن مسفر الشهواني يحتل الآن المركز الثالث من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. بينما المركز اللي وصلت الآن في المركز الرابع اسم جديد، هذه العنود وبريك بن طالب بن فري الغفراني المري يحتل الآن المركز الرابع. أما المركز الخامس، هذا الاسم اللي نترقبه، هذا الاسم اللي واصل، هذا الاسم اللي وصل الآن. هذه مشاهدينا الكرام وصلت مشاهدينا الأعزاء واحتل هذا الموقع من خلال هذه اللحظات. حماس وصلت أيها الحفل الكريم، تعود الملكية. حمدان بن سعيد بن يابر وصل في هذا المساء، وصل بعدما راح مع محمس بالشوط المفتوح. تأتي حماس في هذه الانطلاقة لتشاركنا في هذه القمة. ها هي الخمسة المراكز الأولى، خمسة أسماء منتظرة، ولكنها تسير وتبعد المسافة وتبعد المسير، والكل يبحث، الكل ينقب عن الذهب، الكل ينقب عن الناموس، والكل عيون اكيد. وهنا حاملات الذهب، هنا حاملات الكؤوس. نشوف البداية، نشوف المركز الاول. لا والله راحت، لا والله الا راحت وابعدت. الله يا مشكور، مشكورة لا زالت على المركز الاول، مشكورة في مقدمة الشوط. جار الله بن صالح بن عقيل المري يتقدم في هذه اللحظات، ونقول لك مشكور يا بن عقيل، لا زال يتقدم مع هذا الشعار، وتتقدم مشكورة في هذه المشاركة مثيرة. تحتل المركز الثاني في النقلة التالية مشاهدينا الكرام. ها هي مثيرة، وياتي محمد بن طماطم بن حمد العامري، يصل يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت عسيلة، وصلت عسيلة، تقدمت عسيلة، ومبارك بن حمد بن مسور الشهواني وصل الآن وخذ المركز الثالث. بينما المركز الرابع تقدمت من خلال حماس، وصلت حماس وحمدان بن سعيد بن يابر يتقدم إلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام في ثاني ندى لحماس صاحبة الذهب صاحبة الكؤوس، تأتي اليوم في هذه المشاركة. بينما المركز الخامس وصلت الآن اليذابة وحمودة بن حمد بن سالم العفاري، وصل وخذ المركز الخامس. هكذا النتيجة، هكذا اللقاء، هكذا التحدي بين الأشقاء، هكذا التحدي بين الأخويا. ولكن نسير، نعود إلى البداية، نعود إلى من أبدع وأمتع الجماهير حتى هذه اللحظات بانطلاقته القوية وانطلاقته المثيرة، لكنها مشكورة على المركز الأول، تغرد بالناموس وتغرد بفارق كبير عن البقية. سلام جار الله بن صالح بن عقيل المري، هو المتقدم. راحت إلى المركز الأول، واستراحت من الضغط، لكنها في موقع تحسد عليه من الجماهير. هي الآن في المركز الأول، هي شيخة الأبكار في هذا الشوط. نشوف المركز الثاني بدأت تتقدم مثيرة، وصلت مثيرة
وواصل مشاهدينا الكرام محمد بن طماطم العامري واصل خذ المركز الثاني وال1500 متر المتبقي على الشوط. ولكن نشوف المركز الثالث، نشوف هناك حمودة بن سالم العفاري يقدم اليذابة، بينما الشهواني في المركز الرابع ياتي مبارك بن حمد بن مسور الشهواني اللي يحتل المركز الرابع مع عسيله هكذا مشاهدين الأعزاء النتائج حتى اللحظة، حتى هذه اللحظات. ولكن مشكورة لا زالت تتقدم، مشكورة إلا أن الخطورة، إلا أن الخطورة من مثيرة يا مشكورة مسيطرة. جار الله بن صالح بن عقيل المري الكيلو الأخير، ونشوف اللحظات المميزة، اللحظات المثيرة، بين مشكورة وبين مثيرة، مثيرة ومشكورة. لكن مثيرة تقدمت، مثيرة أثارت الشوط واستلمت القيادة من مشكورة، هنا مثيرة أيها الحفل الكريم. محمد بن طماطم العامري، سلام لأهالي الهير، سلام مدينة العين، سلام. بدون منافس أصبحت مثيرة بعدما استلمت القيادة من مشكورة، ومفاتيح البي ام دبليو انطلقت الى المركز الاول، انطلقت لتعلن عن عنها بالحضور والمشاركة القوية لهالي العين دار الزين. ها هي ايها الحفل الكريم، مش مثيرة مسيطرة ال 400 متر الاخيرة، وهي في المركز الاول كالمستديرة تتقدم وتبحث عن نقطة هذا الشوط، تفوز بهذه الانطلاقة بكل نشاط وبكل حيوية بدون منافس على الاطلاق. تحية عنوية مسائية من ميدان الشحانية، تحمل لنا مثيرة في ملتهى هذا الشوط. ومحمد وياتي محمد بن طماطم بن حمد العفاري، واسعد الله مساك، يا بن طماطم يا العامري على الفوز والانتصار. ها هي مثيرة تخطف الناموس تخطف البي ام دبليو وتهدي التحية لهالي العين في هذا المساء. المركز الثاني جار الله بن صالح بن عقيل، المركز الثالث وصلت شقرة صالح بن هليل بن مهنا السبيعي، المركز الرابع مشاهدين الكرام هذه اللي وصلت من خلال الطيارة سلطان بن ضاحي بن خلفان العميمي، المركز الخامس وصلت هملولة ومحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. هكذا يا الحفل الكريم، من خلال الانطلاقات، من خلال التحدي والمنافسات، كانت نتيجة هذا الشوط مثيرة للغاية بعدما كانت مشكورة في مقدمة الشوط، إلا أنها سلمت المهمة لمثيرة وانتزعت المركز الأول مع لحظات الأخيرة لتنهي هذا الفوز لصالحها بتوقيت زمني مقدارة 12 دقيقة مشاهدينا الكرام، 47 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن طماطم بن حمد العامري على هذا الفوز، ومساء الخير لأهالي الهير في مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال. المركز الثاني، هنا لحظات الوصول مشاهدينا الكرام من خلال تواجد مشكورة 12 دقيقة 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس جار الله بن صالح بن عقيل المري على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثاني، بينما اللي حلقت في المركز الثالث وصلتنا في اللحظات الاخيره وفاجاتنا مع خط النهايه كانت شقره لصالح بن هليل بن مهنا السبيعي 12 دقيقه 56 ثانيه. بالوفاء والتمام والكمال كانت نتيجه هذا الشوط ايها الحبل الكريم من خلال الثلاثه مراكز الاولى، حيث ينتهي شوطنا السابع ويبدا شوط اخر للجعادين في مساء هذا اليوم بصوت الزمن.